نشوفوا حالا شكون هما ضيوف اللي حاضرين معنا في الحلقه. في هذه الحلقه ولاجل الحديث عن الهيب هوب غادي نستضيفوا ياسين علوي اسماعيلي وامين وكريم. غادي نتعرفوا كذلك على مهرجان الكترونوتيكا بمدينه السعيديه مع فيصل القديري على اخر البوم لكيميكال بليس مع حمزه. وغادي نتكلموا مع طوندريس على الاغاني ديالها خصوصا كنبغيك. بقاو معنا في اجيال. كما تعرفوا معنا كذلك العلوي اسماعيلي ياسين هو من مدينه الدار البيضاء وتالق في عده تظاهرات هو والكرو ديالو هو والفريق ديالو في دول متعدده في تونس وكذلك في الدنمارك لوتريش الدنمارك والنمسا كوريا. وفي النمسا انا في هولندا. بغيت نبدا بواحد القصه انت عاودتيها ليا قبل ما نتعرفوا على الجروب. الجروب ماشي مشكل، الجروب زوين فيه مغاربه وفيه غتقول لنا 5 ولا 6 سميات نعطيك تقولهم ماشي مشكل. ولكن انا عاود ليا الشنطره، انكم وصلتوا للدومي فينال في النمسا وجيتوا ضد الفريق الامريكي. هما شوفوا ديالهم في المغاربه ان المغاربه ما عندهمش بريك دانس، يعني يلعبوا بواحد اللعب ما مسوقينش لينا، فهمتي؟ حنا لا، حنا كنا ديجا مبريبارين وخدمنا ديال بصح، لعبنا ضدهم عطيناهم مزيان، كنتسناو ليجيري باش يعطونا الرباح، لحقاش امريكان الهيب هوب والبريك دانس جاي من عندهم عطاهم هما الرباح. تسنينا تقريبا شي 3 سكوند كنشوفوا كاع البيبليك وقف وكيغوت وبحال هكايا وكيعيطوا مروكو مروكو شي 2000 واحد. كيعيطوا مروكو مروكو شي 2000 واحد في لوتريش. صراحه اثرت علينا بزاف وهي اللي خلاتنا حمستنا باش نزيدوا الخدمه بحال هكا. واحد التحيه ما يمكن كنحيي الدراري اللي كانوا معايا هشام انس نوفل الدراري تاع الجروب اللي كانوا معايا. سلم على الوالده. لا لحقاش كانوا بصح كنسلم على انتم الان مجموعه ديال الرقص وصلت تقريبا العالميه لانكم مشيتوا النمسا ولعبتوا ضد الولايات المتحده الامريكيه ولعبتوا في المانيا كوريا مشيتوا كذلك لتونس وجبتوا الميداليه الذهبيه. شنو باقي خاصكم باش تعرفوا في المغرب من غير تدوزوا في اجيال؟ هذه هي الاولى. الدراري في النيفادا مساكن كيشطحوا، الدراري كيشطحوا في الزنقه، صافي مال وكا الشتا كتصبوا بنادم كيتريني مسكين يسيدو فيغ لو ماكسيموم. خصهم فين يشطحوا؟ خصهم فين يخدموا؟ خصهم فين يخدموا؟ هما فين يشطحوا؟ خاص الناس بحال دابا السيد اللي ديال مارتين وانا جو سيغ سيغتان بان في السعيديه في البروغرام ما دايرينش دي جروب دو دونس بور انيمي لي فيستيفال. الو الو جو تي ريبوند فرانشمون مو جي انتوندو بارلي دو فو. Parce que ça a fait boom au Maroc. Je sais que vous avez gagné une coupe internationale et Kouchi Kedar Alikoum. Ou on va aller vous contacter. باش تجيو معنا في الفيستيفال باسكو البرولونغاسيون ان شاء الله. اي سي فري كاد لو جور دو سبيكتاكل ديجا موا شو فان باسكو كون جيتي جون كنت شطحت انا شي شويه. صح جو اريتي مي جو تري فان دو سكو فو فيت. اي سي فري كو تبارك الله سي جينيال دافوار دي ماروكان كي اكلات دي جون كي اون 10 20 30 ans d'histoire dans le break dance. Et on appelle, je sais pas depuis combien de temps vous dansez, شحال نتوما كتشوفوا؟ C'est la deuxième génération. C'est la troisième génération. كنحيي واحد الانسان اللي واقف معنا من بروميير جينيراسيون اللي كاين معنا في البلاطو سميتو مصطفى الوحش اللي فريمون خلى داك لي زون من الجينيراسيون الاولى. مصطفى الوحش كاين تمايا فريمون اللي خلى داك لي زون من الجينيراسيون الاولى تاع البريك دانس اللي كانت في المغرب وحاول يربطها بالجينيراسيون الثالثه اللي عطاش في الانترناسيونال. انا جا سي مصطفى نسلم عليك. ها هو دابا انت في الجينيراسيون خلينا نهضروا باش نشوفوك. هذا هو مصطفى الوحش اللي واقف مع الدراري. صافي دابا هضرتي على الجروب شكرتي مصطفى الوحش. قلتي هذيك الكاستيون اللي قلتي هذيك الكاستيون اللي هضرتي على قلتي شنو خاص في المغرب شنو خاص زعما لي دونسور لي بي بوي كيتسموا لي بي بوي في المغرب. انا بغيت نحيد واحد الفكره اللي عند المغاربه كل تقريبا اغلبيتهم ما نقولش كلشي ولكن اغلبيتهم كيشوفوا واحد كيدير بريك دانس تيقولوا هذا راه كيدروغا ولا مش مكار. لا العكس البراكه اصلا اللي كيديروا بريك دانس من نيشهم كيكونوا سبورتيف كيخدموا نيشهم اورغانيزي من الوقت ديالهم كيترينو تقريبا الا بغيتي توصل نيفو انترناسيونال كتريني بين 5 سوايع 7 سوايع في النهار ماشي سهله كتضحي بزاف الحوايج الا ما كنتش كتورغانيزي راسك ما يمكنش انك دير هذاك الشيء. يعني بغيت المغاربه يحيدوا الفكره. Sur mon album il y a un titre qui parle de b-boying, breakdance etc etc
comment ils sont mis à l'écart, etc. Et le but, c'est de faire un clip pour pouvoir travailler le clip. مشينا لاوروب دنمارك لوتخيش كوريا بزاف ديال الدول برا ولكن ما عمر شي دوله عربيه ما عيطاتش علينا لبلادها وشرف كبير ان اول دوله عربيه لعبنا فيها هي تونسيا تونسيا تبارك الله عليكم بيبليك برشا 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 واعر نقولها بحال هكا ميرسي بوكو لايما كيتو لي تروفي هاي ميدالية الذهبية في تونس كلاسينا 3 بلاس في شامبيون دي موند 3 فيرس 3 في دنمارك كوبنهاغن انا تعزلت من السل واعرين في العالم مشاو لعبوا صور واحد الكليب ديال جاي بارك في سيول بلاصه كان بزاف ديال الشو في سيد افريك كيب تاون ربحتو انترناسيونال المهم شامبيون ماروك في فيستيفال ديال كازا في 2008 شامبيون ماروك في ديال فيدراسيون 2009 2011 يلا ربحنا بطوله المغرب ودابا عندنا ان شاء الله في نوفمبر غنلعبوا شامبيون دي موند جروب يعني جروب كله كبيره واش هاد لي شامبيون دي موند كاينه كاتيجوري وحده ولا كاين حتى هما بحال البوكس ديك كل جمعيه عندها شامبيون دي موند لا هادي كتسمى شامبيون دي موند شامبيون دي موند سي لو باتل اوف دي يير هي اللي معترف بها عالميا تيجيو لي شامبيون ديال كل دوله تيشاركوا تما يا دي كاليف في شاك بيي ابار سا هي دوطر بتيت كومبيتيسيون ان بو بارتو انترناسيونال مي سي با دي شامبيون دي موند كانوا شاركوا فيها المغاربه بعدا بيان سور 2008 في الحاله و 2009 هما مشاو لافريك Les Maroc se sont classés deuxième, ils ont eu le best show. 2010, c'était la hala de Mshaoul France. Et maintenant, c'est 2011. Sidi Yassine, dabba nta ila wliti, nta asna dabba b-boy international, mhtarf. Wach qadert tعيش bhadchi? Hadchi jistemo, shan nqol lek? Adwa, Ana, المهم, saliet lbaq diali, dert li kol dial l'art graphique, 3 ans mbad. نقول واخا الدار دابا غادي يسقوا شويه الخبار غادي ما في خبارهمش ولكن ضحيت بالخدمه جاتني خدمه انني نخدم واحد لاجونس كومينيكاسيون ضحيت بها حقاش اللي خدمت كتخدم تقدر تخدم 8 سوايع وكثر من 8 سوايع خاصك تسالي الخدمه ديالك ما عندكش وقت فين كتريني بغيت زعما نكون نضحي انايا ونحاول نخلي البريك دانس المغربي اللي عنده النيفو اللي كاين الدراري في المغرب كله ما كنهضرش على الجروب ديالي كاين النيفو في المغرب بغيت نوصل لواحد الجروب فهمتي واخا نضحي واحد شويه كنربحوا شويه الفلوس ولكن ماشي باش تعيش بهم شنو هو السن لاج ليميت حتى الان السن اللي يمكنك تبقى تدير بريك دانس الطياره كاين توصل 29 بحال هكا 29 فيزيكا صح كويريه بحال ولكن بغيت تقرب على راس 600 مره ولكن لا هاد كاين انواع كاين واحد كاتيجوري في البريك دانس سميتها باور موف هذاك الشيء ديال الدوران وداك الشيء هذاك خاص المهم 28 عام غتحبس ولكن كاش كدير هذاك الشيء ديال كرياتيفيتي وفوتورك وابستراكت تقدر تكمل تقدر تكمل كاع انت تتكلف في ان جروب دير فوالا انا شنو نقول لك تريني بهم تولي بروف تريني بهم كاين الهيبا كينغزو اللي هضرت عليها دابا وكاين الهيبا كينغزو جونيور حتى انا ربطت واحد ليزون كيما مصطفى خلى واحد ليزون بين جينيراسيون الاولى والثالثه انا خديت الثالثه والرابعه اللي تجمعنا في هذا العام درنا جروب وحده ولعبنا فيها الشامبيون دو ماروك وربحناها ودابا الحمد لله غنمشيو مجموعين برافو عليكم وبقينا شوط بزاف غنهضروا على فريق ستايل ماروك اربان دانس وحاجه اللي عجبتني فيك كتدافع على البريك دانس مزيان وكتدافع على المجموعه وكتدافع على الافكار ديالك نفس النية لا كنلاحظ صامد ديما عندك دوك النقاط الواعرين كتعرف كيفاش تجر واحد ولكن ما قدرتيش تقول لي شي حاجه دابا ما عرفتش ولكن نتمنى انك تلقى شي لعب لا دابا ما لقيت والو لا برافو عليك شوف الزمع حنا واحد الدقيقه المهم اللي بغى يشوف الشو ديال الجامع الفنا راه كاين في السيت ديالنا www.hibakingzoo.com غتشوفوا كاع لي زانفورماسيون شكرا لك ياسين شكرا لامين وكريم شكرا لحمزه ديال كيميكال بليس باش تشريو الالبوم ديالو مازال كاين الماروك كولتور ستور ولا موازين ستور في كازا وفي الرباط وان شاء الله تلقاوه في مدن واحده اخرى شكرا للسي فيصل القديري اللي قدم لنا مهرجان الكترونيا وتيكا حنان سندريس الاسم الفني كنشكرك على الحضور يلا ما بقى لنا نقول لكم
سير تحفظوا.